الرحمن الرحيم. اولا انا سعداء هذا اليوم لانه خرجوا 11 من المرضى اللي كانوا كيتشافوا هنايا بمستشفى سيدي سعيد. هذه دفعه كبيره الحمد لله، الحمد لله وكنشكروه عليها، والحمد لله على كل نعم اللي علينا ومنها نعمه الصحه. كنشكر ثانيا الطاقم الطبي والطاقم الممرضين الاداريين، كل الطاقم الاداري والعاملين بقطاع الصحه كنشكرهم على الاعمال اللي كيقوموا بها، كنشكرهم على ما قدموه لهذه الفئه، وكنشكرهم من خلالهم كل الجنود الاخرين من رجال السلطه والامن والقوات المساعده والدرك الملكي وطبعا الطب العسكري وغيرهم من الناس اللي هذا والاعلام كذلك اللي كيقوم بواحد الدور. بغيت نقول ثالثا بانه هادو تشافوا صحيح خرجوا، ولكن حنا كنعرفوا هما جلسوا واحد المده هنا، خداو الدواء، دارت لهم التحاليل، خرجت مزيانه، مشاو دابا بحالو، ولكن راه ما كاين حتى شي ضمانه انه اللي دخل اللي تصاب بهذا الداء وهذا الفيروس يمكن يخرج بحالو. حنا كنشوفوا الالاف بالمئات الالاف ديال المصابين وما كيلقاولهمش اماكن في دول العظمى، في دول كبيره عندها امكانات، ومع ذلك ما استطاعش تغلب عليه. حنا الامكانات ديالنا على قد حالنا، فاذا السلاح الكبير اللي عندهم كيستعملوه هما وكيخصنا نستعملوه حنا واستعملته الدول اللي نجحت، وهو اننا نلزموا بيوتنا ونحترموا الاجراءات اللي اختتها الدوله المغربيه ديالنا، ونحترموا يعني الشروط الاحترازيه التي اتخذت سواء النظافه من تعقيم وغيرها، وهذا هو السبيل الوحيد وهذا هو السلاح الاقوى لكي نعالج ونبتعد ونتقي من هذا الفيروس اللي هو خطير وخطير جدا. فاحنا بقدر ما حنا كنحمد الله على هذه الحالات اللي خرجت الحمد لله شافيه، كنأكدوا بانه لا زال الخطر داهما لنا، فلذلك كيخصنا نتاخذوا الاحتياطات ديالنا ونبقاو في ديورنا. شكرا لكم.